حياكم الله مشاهدين اينما كنتم. اليوم خارجين نمشيو لواحد الكافي، نتمنوا تستمتعوا معنا بهذا الفلوغ مشاهدين. بحال اللي قلت لكم حنا ان شاء الله باذن الله خارجين، وكنبغيو نشاركوا معكم اي حاجه ايجابيه ونحيدوا علينا السلبيه. نتمنى ديروا لايك واشتراك لهذا الفيديو يوصلكم كل جديد دائما مشاهدين. هنا في الفندق الهيلتون جينا بحال قلت لكم نشربوا عصير وقهوة، وانا بغيناكم تستمتعوا معنا بهذا الكافي الجميل. هو فندق طبعا كيعجبني تنجيت هنا دائما، تنجي انا وواحد صاحبتي والعائله ديالي والعائله ديالها، كنجيو هنا تنجلسوا. كنبغي نشارك معكم هذا المنظر الزويون بحال اللي شفتوا مشاهدين. فضلا وليس امرا ديروا لايك واشتراك، بارطاجيو الفيديو. انا كتعجبني هاد الجليسه، وهنا غادي نوريكم واحد الخيمه واعره واعره بحال اللي شفتوا مشاهدين. واحد غادي تشوفوا ان شاء الله معايا واحد الخيمه تاريخيه. هنايا جالسين انا وولدي. هلا مرحبا بكم، حياكم الله اينما كنتم في المظهر هذا الجميل. بسم الله ما شاء الله، في فندق الهيلتون ما شاء الله. شوف منظر يجنن، الله يبارك. ما شاء الله تبارك الله. بحال اللي شفتوا مشاهدين هذه هي الخيمه ان شاء الله، اللي هي دايرينها هكا في وسط الفندق وعجبتني، وغادي نعطيكم واحد التفسير زويون. خليكم معنا. يا مرحبا مشاهدين، حياكم الله. احنا في خيمه في فندق الهيلتون، خيمه تاريخيه سعوديه. احنا ان شاء الله النهارده نوريكم، خليكم معنا نوريكم. بس هذا حق الهون، احنا نقولوا له بالمغرب. هذا هو الهون، الهون حق القهوه زي ما انتم شفتوا. هذا ندق فيه القهوه عربي زي ما انتم شايفين، يعني حاجه ما شاء الله بروفيشنال، حاجه زوينه بزاف. طبعا الهيطوره والقهوه وهذا نقولوا احنا عليه المهرز، هما يدورون عليه هون. بحال اللي شفتوا كيدقون هنا القهوه عربي. ولسه غادي نوريكم ان شاء الله بزاف الحاجات في هذه الخيمه، فيها تقاليد وحاجات سعوديه انتم شايفين ما شاء الله. شوف هذا قداش يد المهرز اللي شفتو. جيب لي ولد هذيك هذيك دي، جيب لي هذه بعدا ديال القهوه هذه. ايوا شيلها، ثقيله شويش شويش. اعطيني اياها، اعطيني هذيك شيلها. هذه كيديروا فيها القهوة هنا، قهوة عربي طبعا كيديروها فوق الفخر وكيبقاو هانتوما كيبقاو يحركوا هكا ديك القهوة عربي فوق الفخر إلين ما كتحمر ديك القهوة وتتندق في هاد المهرز اللي وريتكم. إوا من بعد عينكم ما تشوف إلى النور. القهوة سميتها ماشي قهوة القهوة كحلة، كاينة قهوة عربي بوحدها وكاينه هاد سميتها القهوه قهوه عربي وقهوه تركي بوحدها. هما قهوه كحله كيقولوا لها قهوه تركي. بحال اللي شفتوا هي هذه كتكون هكا، كتكون عندها هذه باش كتحرك. غادي نوريكم، عطيني ديك الابراق ديال القهوه، امسك هذه حطها تماك، عطيني هذاك ابراق القهوه، عطيني برقة القهوة هذه هذه. إوا نهود المشاهدين، هذه هي اللي كيقولوا لها الدلة ولا البريق ديال القهوة عربي. بحال قلت لكم وريت لكم ديك المقلاة، ومن بعد كتندق في هذا المهرز، ومن بعد كطيب هنا. بحال قلت لكم نقول لكم في الصحة والراحة. دابا نوريكم النور، غادي نصور لكم هذه الخيمة كلها
حط هذه تما، ايوا نوض حطها تما، حطها تما. يعني هنا التقليديه، هذه الخيمه بحال ديالنا طبعا. شوف الميدونه، ها هي الميدونه، شفتو؟ وزيد اعطيني هذاك، هذاك بتاع الهواء، اللي بيعمل لي الهواء. ها هو هات هذا، هات ويلا هات. وي هذا ثقيل ثقيل تقرقد قداش هذا. الرابوس، حنا نقولوا عليه الرابوس، سمعتهم شنو كيقولوا، شنو تيقولوا له. ها انت هذا طبعا كياكل الفخر، النفخه ماشي النفخه، هذا تيقولوا له شي اسم ديالهم، بس حنا كنقولوا بالمغربي الرابوس. ها انتما تيقولوا الرابوس، يعني هذا معروف عندنا في المغرب. ها هو شكله بحال المغربي، يمكن من المغرب، هذا مصنف من المغرب يمكن. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي شفتو شي حاجه تاريخيه جميله جدا، اللهم بارك. شوفوا هانتوما، امسك ايوا بحال اللي شفتو. بغينا ديما كنبغيو نجيبو لكم حنا الجديد المشاهدين. وهادي جيب هادي، هاد الربايع، هاد الربيعة بحال ديال اتاي، اتاي مغربي. جيب هاديك النحاسية، هاي مشي عتان. شوف هادي، حنا بحال الربايع ديالنا، كاين هما تيديرو فيها التمر، التمر والطحينية. ها لي شتو، ها هي هاد، حنا كنديرو فيهم النعناع، و كنديرو النعناع و تنديرو اللهم صل على سيدنا محمد اتاي والسكر. هما تيديرو الطحينيه، تيديرو التمر مع القهوه عربي. دابا غادي تشوفوا ان شاء الله، غادي نوريكم هاد التقليد. حنا ديما كنبغيو نجيبو لكم الجديد، وان شاء الله يا ربي هادشي ينال الاعجاب ديالكم مشاهدين. بحال اللي شفتو مشاهدين ديالنا، دائما تنجيبو لكم الجديد. وهاد الكريسه الصراحه غزاله، غادي نصور لكم شو دايرين. هاد العمدان هادو زعما بحال داكشي ديال زمان، وانا من عشاق حاجه تاريخيه وحاجه هذيك، انا من عشاق ديالها ما شاء الله. وان شاء الله خليكم معنا المزيد ان شاء الله. هذا الفيديو ان شاء الله يكون ينال الاعجاب ديالكم، خليكم معنا مشاهدين. حليت تشوفوا مشاهدين، هنايا دايرين هاد البريق او الدله ديال القهوه. هنايا شوف قالك جايبين العواد قرطة، وانا هاد البلاصة فين تيكون الفخر، الفخر اللي تحت هنا، وتيديرو هاد البرقان تطيبو القهوة. طبعا شوف الخيمة، يعني بحال ايام زمان بحال اللي شتو. عليكم السلام، اهلا وسهلا، حياك الله، تفضل تفضل معنا. تستاهلكم الخير، بس حنا بس بنصور، قلت لك حنا بس بنصور. صح، المنظر جميل، يعني تحس، الله يسعد قلبك، تحس زي ايام زمان، حاجه يعني ايام زمان. صح، زي صح بالذات في بيوت الشعر حلوه. ايوه والله جميله، الله يسعدك. رجع الاصل الاصلي، احنا نص عرب وحديد، يعني انا صحيح مش سعوديه، انا مغربيه، بس احنا كمان عندنا الحاجات هذه في المغرب. لا عندنا في كثير، عندنا الحاجات هذه، الله يسعد قلبك، حياك الله. هذا واحد السيد تيقول لك واش عندكم هادشي، قلت له عندنا ديال زمان، حنا عندنا هاد الحضاره فعلا عندنا. بحال اللي شفتوا مشاهدين، ها انتم اللمبات، ها هي اللمبه. المهم بحال ايام زمان وصف. ها انتم ميدونه، شوفوا جايبين هاد الكريسه هنا، شوف الهيطوره. هذا الفخر،
يسموها الإله أو مكة المكة المكة يجاز في 5 مليون مكة يتصور كل فلسطين يسكن في العربية يعني العمليات اللي يسميها حبيبي شتو مشاهدين احنا هنا في الهيلتون وصورنا لكم ديك الخيمة الغزالة نتمنى هادشي دائما ينال الاعجاب ديالكم ديما تنجيب لكم الجديد بحال شتو خوتي نتمنى نكون عند حسن ظنكم وتشيروا الفيديو وديروا لايك واشتراك وصفكم كل جديد بحال شتو دائما احنا كنبغيو نجيبو لكم شي حاجه كنخليو الحاجات السلبيه ونجيبو لكم الايجابيه نتمنى تفاعلوا فضلا وليس امرا وديروا لايكات واشتراك وصفكم كل جديد ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وصفكم كل جديد حبايبي في امان الله. هادشي طبعا في الفندق ما شاء الله حديقة ديالو واعرة هادشي راه في الفندق منظر واعر صراحة.